فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد إذا سافر العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض أو سافر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول: إذا أقمت خارج بلدي شهرا فهل يكتب لي ذلك أم يقتصر الأمر على 4 أيام فقط؟ ما هو لمجرد السفر أنه مسافر، لكن إذا ما صام صوم التطوع أو قام قيام الليل بسبب السفر يكتب له الأجر ما دام ينوي ذلك. أما أنه مجرد أنه مسافر ولا يقوم بالليل ولا يصوم تطوع، هذا لا، هذا ترك الصيام وترك الصلاة كسلا، لا يكتب له ذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.